كان المناسب. كانت محاولة جيدة لفريق اتحاد طنجة، قلت من اللاعبين اللي شاركوا توا المحاولة. زكريا حدرب، حدرب بإمكانه يرفع الكرة، حدرب كيبرر الهدف الأول لفائدة فريق الدفاع الحسني الجانبي، الهدف لفائدة فريق الدفاع الحسني الجانبي. تابعوا أكيد المرتد الهجومي كان سريع، لاحظوا زكريا حدرب خطا بالفعل سعد البرو، ولاحظنا بانه عادي الزوراق يعني يمكن تأدى ثانيه او ثانيتين وعلن على ضربه الجزاء. اعتقد اسماعيل بالمعلم، بالمعلم والهدف، هدف التعادل لفائده فريق اتحاد طنجه هو ال20. اذن اسماعيل بالمعلم يتمكن من ترجمه بعاد الكره وابعاد الخطوره، والكره في الجهه اليمنى مره اخرى عند وليد ازارو. ازارو كبر المحاوله جميله للدفاع الحسني الجديد بامكانه المرمى باتجاه حدرب. حميد احداث، حميد احداث كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائده فريق يعني الدفاع او المستند الهجومي. حميد احداث لاحظوا اليد على اليسرى عادي الزوراق اكيد زكريا حدراب. الهدف الثالث، الهدف الثالث لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي 3-1. فرحه كبيره سواء اللاعبين او الطاقم التقني ولا الجمهور اكيد الحاضر. عن زكريا حدراب كيسددوا الهدف الرابع لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي، الهدف الرابع والموقع زكريا حدراف مرة أخرى. الهدف الثاني اللي كيسجلوا من نقطة الجزاء تابعوه بكل قوة.